حاولت كتير تعمل حساب جوجل ولكن بيظهر لك لازم رقم تليفون. مفيش فايدة. تعال اقولك على طريقة هتشتغل معاك وتقدر تعمل بيها 1000 ايميل بدون رقم تليفون ومش هيطلب منك خالص يا معلم. لا انت بتهزر. متنساش اللايك الجميل ويلا بينا على الفيديو. طبعا استخدمنا واجهة التليفون دلوقتي لان الطريقة دي مش شغالة غير على التليفونات. كل البرنامج اللي هنحتاجه هو جيميل زي ما انت شايف كده قدامك. هتدوس على جيميل وبعد كده بتروح على الحساب الشخصي الخاص بيك على الشمال فوق كده وبتنزل تحت كل دي حسابات انا عاملها. بعد كده بتروح على اضافة حساب جديد. بعد كده بتظهر لك الواجهه اللي انت شايفها قدامك دي. بتروح على اول واحده فوق خالص وهي جوجل. لو طلب منك النمط او كلمه سر بتاعت الجهاز الخاصه بيك اعملها وهيفتح معاك الواجهه دي. اول حاجه هنعملها هنروح على انشاء حساب. بعد كده استخدام الشخصي. وبعد كده الاستخدام الشخصي. هتيجي هنا وتكتب اي حاجه، مثلا انا اسمي حسن، واجي هنا اليوم هسميه مثلا 2 والشهر هسميه اي حاجه. طبعا انت بتختار الحاجات الخاصه بيك او لو انت عايز تعمل اي حاجه ايميلات كتير طبعا فبتقدر تختار اي حاجه. وبعد كده بتيجي عند الجنس بختار ذكر والتالي. بعد كده بتختار اي حاجه من دول، اي ايميل يعني مش هيفرق معاك، ممكن تعمل حساب انت بس انا بختار اي حاجه قدامي. وبعد كده بروح على التالي. طبعا لازم احفظ الايميل ده لو عايز مثلا تغير الحساب، مثلا هو عامله على التليفون عايز اخليه على الكمبيوتر لازم احفظ الحساب ده زي ما انت شايف كده واكتبه عندي في نوت. بعد كده ادوس على التالي. بعد كده بروح على كلمه المرور او الباسورد. بكتب هنا طبعا اي باسورد انا حافظه عشان لازم ابقى فاكره لو عايز زي ما قلت لك احط مثلا الحساب ده على بي سي او اي حاجه ثانيه جانبيه مش شرط التليفون بس يعني. فلازم ابقى حافظ الايميل ولازم ابقى حافظ كلمه السر. وبعد ما تكتب كلمه سر بتروح على التالي. بيبدا يظهر لك كده، بروح على التالي تاني بيظهر لي الواجهه دي اهو. بعد كده بروح على التالي يوديني على خدمات جوجل. بقى لازم تبقى محمل برنامج خدمات جوجل عشان يظهر معاك والطريقه تتفعل معاك بشكل سريع اهو. تعالى اللي هيقول لي الايميل ما اتعملش ولا اي حاجه، تعالى نروح مثلا على جوجل اهو. لازم تحمل التطبيق الاولاني اللي هو ده. التطبيق ده لازم تبقى محمله عندك عشان الطريقه تشتغل معاك بشكل كويس. تطلع كده يا معلم، تعالى نروح على جوجل مثلا، نطلع من دي. طبعا زي ما قلت لكم اهو كل دي حسابات انا عاملها كلها وهميه. اخر حساب زي ما انت شايف كده اللي هو حسن عبد الباري، عبد الباري حسن 239 زي ما انت شايف. ابدا ادوس عليه فتحت معايا الطريقه على جوجل بلاي، وكذلك لو افتحها على يوتيوب الاقي الحساب بتاعي اخر حاجه تحت خالص ومكتوب بلا قناه. ابدا ادوس عليه اهو فتح لي يوتيوب جديد خالص. زي ما انت شايف كده الطريقه تقدر تعملها اكتر من مره. تعال نجرب مره تاني عشان ما حدش يقول لي ايه الطريقه عملت مره واحده بس وبعد كده بيظهر لك خطا. اهو زي ما انت شايف نفس الخطوات، اضافه حساب اخر، بعد كده جوجل، بعد كده بتثبت الهويه الخاصه بيك. لو انت مش عامل كلمه سر فبيخش معاك على طول يعني. بعد كده بتروح على انشاء حساب استخدام شخصي. اجي هنا وهكتب مثلا 5 بس، بعد كده اروح على التالي او فتح معايا كده اقدر اختار اي حاجه يعني اليوم الشهر فين مثلا 1900 زي ما انت عايز اي حاجه. الجنس الخاص بيك، بعد كده بتختار الحساب بتاعك اي حاجه من دول، اختار اول واحد مثلا، بعد كده التالي، بعد كده تكتب كلمه السر، بعد كده بتدوس على التالي بيظهر لك الحساب كده، بتدوس على التالي واهو فتح معاك، بدوس على اوافق يوديني لخدمات جوجل زي ما انت هتشوف دلوقتي اهو زي ما انت شايف وداني لخدمات جوجل. فشرط مهم جدا عشان الطريقه دي تشتغل معاك لازم تبقى عندك خدمات جوجل. تمام وبس كده معلم، ادي الطريقه. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وشارك لو انت مش مشترك، وعايزين اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده عشان انزل لكم طرق تانية وحاجات جامده جدا. وبس كده وسلام.